يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بالقراءة من تفسير المنار، وما رأيكم بمؤلفه في الجملة؟ تفسير المنار يقرأه من عنده حصانة، من عنده حصانة علمية، يعرف الصحيح من غير الصحيح. أما الإنسان الجاهل فلا يجوز له يقرأ فيه، لأنه يدخل في أمور مثل هذه المسألة ولا يدري عنها. نعم. وأما مؤلف تفسير المنار وهو محمد رشيد رضا، ففيه كثير من الخير وفيه كثير من محبة السلف ومحبة، ولكنه يغلط أحيانا، وخصوصا أنه ابتلي بمحمد عبده، ومحمد عبده معروف أنه من الناس الذين يبالغون في تعظيم العلوم العقلية والمنطقية وغير ذلك، فهو اغتر به. ولا الرجل عنده خير كثير، اللي هو صاحب المنار عنده خير كثير، توجهه سليم أيضا، لكن قد يقع فيه أخطاء. نعم.